العالم يحتاج إلى أب. دي موجود مبادرة موجود الأب، بس أنتوا قدروه يعني. أنا هكمل قراية. العالم يحتاج إلى أب، دي مبادرة أطلقها المهندس باسم عبد الملك، بتتضمن ورش وفعاليات ومعسكرات تخييم للآباء عشان يقربوا أكتر من حياة أولادهم وأطفالهم. بتطلع لا استنى، بيحصل طبعا. لا طيب، بتروح معسكرات؟ خلينا نشوف المبادرة بتقول إيه. طيب مع المهندس بس. طبعا ولا بس في طبعا تواصل بكل تاكيد مع الاولاد عشان نعرف هم بيفكروا ازاي ودماغهم رايحه فين. الاجيال مختلفه تماما يعني، على كل ان المبادره دي مليانه تفاصيل وحكايات وقصص عن الاباء وعلاقتهم كمان مع اولادهم، هنشرحها ونسردها بالتفصيل دلوقتي مع المهندس باسم عبد الملك، مؤسس مبادره العالم يحتاج الى اب. صباح الخير عليك يا باشمهندس. صباح الخير، اهلا وسهلا. اهلا استاذ محمد، يا اهلا بيك. اهلا استاذه منى، ازيك؟ اهلا يا باشمهندس، مبسوط جدا ان انا اكون معاك. وانا مؤسس مبادره العالم يحتاج الى اب في مصر. هي المبادره دي في أكثر من 101 دولة دلوقتي، وتأسست في جنوب أفريقيا وابتدت تنتشر بصورة كبيرة قوي يمكن في آخر 10 سنين. وإحنا ابتديناها زي مجموعة من الآباء، في الحقيقة ابتديناها في بيتنا، يعني ابتديناها الأول مع زوجاتنا مع أولادنا نتعلم أكثر. والحقيقة أول ما لقينا إنه هي جايبة نتيجة ونتيجة فعالة وطعمها حلو، وده يمكن الأهم، إن نجاحك كأب نجاح مش عارف ما يتقاسش. يعني مش ناس كتير قوي بتبقى مدياله القيمة لغاية ما بينجحوا فيه أو يفشلوا فيه ويحسوا إنه إيه ده النجاح التاني، الظاهري الاجتماعي العملي ملوش طعم، لأن أنا مش عارف أنجح بيتي وأسرتي وأولادي. وأعتقد إن ده شيء مهم للكل، يعني دراسات كتيرة قوي حول العالم أثبتت إنه المشاكل اللي بتواجهها العالم الأيام دي هي الأسر المختلة dysfunctional families أكتر من أي حاجة تانية، وأساسها غياب الأب أو جهله لدوره. إحنا موجودين وبنسدد احتياجات مادية وده دور أساسي، إنما في أدوار تانية لبناء شخصية واعية ناجحة النفس، فاهمة احتياجات أولادها النفسية والاجتماعية والعاطفية وإيفن العقلية. ساعات إحنا مش بنبقى مدركين إنه دورنا مهم في النمو ده، في النوع ده من النمو، ده دور الأم. في الحقيقة دراسات كتيرة قوي أثبتت إنه في آخر 25 سنة إن الأب لأ تأثيره فعال فعال فعال، وإن كان يمكن هو الأساسي بعد ما الولاد والبنات يوصلوا سن 6-7 سنين لحد الأدوليسنس. طيب احنا يعني سؤال اتاخر المفروض كنا نبتدي بيه بدايه الفقره باشمهندس، حضرتك اب لمين ومين اولا؟ انا اسمي باسم عبد الملك، انا مهندس استشاري. انا العالم يحتاج الى اب الحقيقه هي بسميها حركه مبادره، يمكن واحد بيكلم واحد، اثنين بيكلموا اربعه، اربعه بيكلموا ثمانيه، لان احنا اكتشفنا ان الناس مش بتتغير بالوان اون وان، فابتدت الحركه بالطريقه دي. فما هياش شغل، ما هياش حتى مؤسسة، إحنا مجموعة من الآباء المتشجعين جدا جدا يدربوا آباء تانيين من حولهم. أنا متجوز بقالي 23 سنة وعندي بنتي ناتالي دلوقتي 20 سنة في الجامعة، وابني 18 سنة في الجامعة برضه، هما الاثنين. تمام، وكل الفعاليات وكل المعسكرات وكل الحاجات دي كنت متواجد فيها؟ كنت متواجد فيها، وكمان ولادي متواجدين فيها وزوجتي. يعني احنا الحركه دي بتقوم على الاباء والامهات، كمان بندرب الاباء والامهات مينلي عشان يعرفوا ادوارهم. ساعات الادوار لما تتداخل، محدش علمنا الحاجات دي يا استاذه منى. احنا اتولدنا لقينا نفسنا اطفال، بعدين اتزقينا في المدرسه وفي الجامعه واشتغلنا، بعدين سنه الحياه قالت لك لازم تكون اب، بس مفيش دراسه، مفيش منهجيه، محدش علمنا ازاي نكون اباء. والحقيقه لو احنا جينا نطبق، لو انا مواليد السبعينات، لو جيت اطبق اللي بابايا كان بيعمله معايا، الحقيقه ممكن ما ينجحش قوي في الايام دي، لانه الزمن اختلف. احنا زمان لما كنت بتقفلي الباب على اولادك بيوتنا ما كانتش مخترقه، دلوقتي بيوتنا مخترقه بافكار ملوثه بمبادئ مغلوطه. لا يعني تواجدك في البيت اهم بكتير من زمان. زائد انه دراسات كتيره طلعت دلوقتي بقت تفهمنا اكتر ولادنا محتاجين ايه. الابوه حرفه مش لقب، حرفه يعني محتاج ان انا ابقى حريف فيها واتعلمها، لانه النجاح فيها اساس اي نجاح تاني. السعاده اللي بتطلع لي منها كوني اب عارف دوره وناجح مع اولاده وشايف اولاده مبسوطين مش بيعدوا في اكتئاب وممارسات
خاطئه زي ما بنشوف الشباب الايام دي. صحيح. يعني بيعدوا الموضوع في حاجات مش صعبه مقتصر جدا فقط على توفير المستلزمات والاحتياجات الماديه، لا، لابد من وجود الاب في حياه ابنائه. طيب من سن كام يبدا الاب ياثر في عمر في ابنائه بالنسبه للاطفال؟ وفي نفس الوقت هل الاب بيكون مؤثر بالنسبه لشخصيه البنت؟ يعني حضرتك قلت دلوقتي انه في تاثير كبير جدا طبعاً من الاباء طبعاً على اولادهم، فمن المعروف ان الولد بيطلع شبه باباه، بياخد مشيته، بياخد طريقه تصرفاته كده، لكن هل بيبقى مؤثر بنفس الشكل مع البنت؟ ده السوبر هيرو، تاثير النفس. لو في حاجه اسمها سوبر هيرو يا باشمهندس، مش كده ولا ايه؟ ايوه. لا مش كده وبس، ده هو اولا بيديها امان عاطفي، ثانيا بيشجع امكانياتها، ثالثا بيحدد ليها الهويه. الهويه مش في جمالك يا ماما، الهويه مش في شعرك الحلو، مش في وشك المسمسم، القيمه بتاعتك مش في شكلك، القيمه بتاعتك مش في شغلك، القيمه بتاعتك في هو يو ار، البينج بتاعك، الكينونه بتاعتك، دي حاجه بتفرق. فالاب مش بس بيوفر الامان المادي، انما كمان الامان العاطفي وكمان المبادئ الاخلاقيه. مثلا لو جيت فكرت فيها هتلاقي انه المبادئ الاخلاقيه هما بيشوفوا بابا بيعمل ايه وبيعملوا زيه. ده في دراسه طلعت ليتلي يعني بتقول انه مثلا لما الولاد ولاد وبنات بيشوفوا ماما بتصلي مثلا بيتاثروا بنسبه 20 25% ويكملوا، لو شافوا بابا كمان ممكن توصل النسبه دي ل 60 و70%. تاثير الام على الاولاد والبنات من سن 0 ل 6 بيبقى تقريبا 4 أضعاف الاب، انما تاثير الاب من سن 7 سنين فيما فوق لحد 14 15 سنه بيوصل لتقريبا 80%، 4 أضعاف الام. فاحنا الاثنين بنكمل بعض. ولادنا في المصنع لغايه سن 14 15 سنه نقدر ننمي فيهم كل المهارات اللي احنا عايزينها، نقدر نشجع امكانياتهم بالطريقه اللي احنا عايزينها، نقدر ان احنا نحسنهم بالامان العاطفي ونمنحهم الهويه الصالحه في السن ده، لان بعد 15 16 ولا تاثيري انا ولا امهم هيبقى الاكبر، خلاص انما تاثير الاصدقاء والاقران هيبقى هو الاكبر بصوره غير عاديه. صحيح. فعندنا وقت نقضي فيه مع اولادنا، وقت قايم نقدر ان احنا نزرع فيهم كل المهارات الحياتيه اللي هم محتاجينها من اجل ان هم يكونوا ناجحين النفس وكمان صالحين للمجتمع. طبعا بكل تاكيد، وعدد كبير من الاباء اللي بيدرك ان هو بقى مثل وقدوه بالنسبه لابنائه بيبتدي مع الوقت ان هو يطور من نفسه او بيبدا مرحله البحث عن الذات، يبتدي يحسن من تصرفاته، يبتدي لو في مشكله عنده يبتدي يعالجها لانه عارف ان هو بقى قدوه بالنسبه لاولاده. مهتم جدا بشكله قدام ولاده، مهتم جدا بشكله قدام نفسه، مهتم صحيح جدا انه يحقق الامان لاولاده، ان هم عايزهم بما انهم عايزهم يبقوا احسن ناس اكيد هو هيحاول يتصرف في افضل نسخه منه زي ما بتقال علشان يقدر يبقى فعلا مثل لاولاده. كل شكر ليك المهندس باسم عبد الملك مؤسس مبادره العالم يحتاج لاب، شكرا جزيلا.